أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة، فضلنا لكم اليوم السيد ربيع من مطعم وملحمة الصخرة. أولا أحب نرحب فيك طبعا. يا هلا أهلا وسهلا فيك ضيوفنا. يا هلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. الله يحفظك. ربيع فياض من لبنان. حبينا نعمل شيء جديد هون. كان عنا شغلنا بلبنان، اشتغلنا بالمصلحة ومصلحة تانية، وحبينا نجي على البلد لأنه هاي البلد كانت يعني فتحت لنا مجال إنه نثبت حالنا أكثر ونتقدم أكثر بمصلحتنا، وبلشنا بهالتجربة وإن شاء الله خير. يعني إن شاء الله. خبرنا أكثر عن الخدمات والمنتجات اللي بتقدموها في الصخرة. والله الصخرة هي عبارة عن ملحمة بتقدم لحم فريش، ما عنا شيء مبرد أو مفرز. لحمة فريش عنا، بالإضافة لللحمة عنا مشوى باربيكيو، نعمل مشاوي، نعمل عنا فرن، كل المعجنات اللبنانية المعروفة والشاورما والبرجر اللبناني، ويعني هل كل شيء لبناني بيتقدم بسناك والمطعم الفاست فود اللبناني موجود إن شاء الله. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات في جميع مجالات العمل، مو بس مجال أكيد المطعم. أكيد سوق كبير. حابين نتعرف عن المميز عندكم عن باقي المنافسة. هلا شوف، المميز عنا انه نحن عم نقدم لحمة اول شيء فريش لوكال محلي، عم نذبح، عم نقدم لا مبردة ولا شيء، وعم نقدم الطعم اللبنانية بالنكهة اللبنانية، فهذا شيء عم بيميزنا شوي عن بقية الملاحم اللي هي فيها منافسة كبيرة، بس لانه نحن يعني قدام بالمصلحة وباللحم فقدرنا نعطي شوية يعني نكهة ونفس بالنوعية الموجودة بالبلد هون، لحتى عطتنا نوعية أحسن يعني كمان. ممتاز. شو الهدف والرؤية اللي رسمينا للسنة الجاي؟ والله هو الهدف أول شيء الاستقرار مثل ما هذا، والبلد أمنت لنا هذا الشيء. الطموح هو إنه طبعاً نتطور أكثر. الفكرة منا إنه نثبت حالنا أكثر ونودي صورة عن بلدنا شوي تكون أحسن مما هي متاخدة عنه. ونفرج الناس انه نحن ناس ذويقه وبنعرف بالطعمه وبنقدم شيء حلو ان شاء الله. موجودين اليوم احنا بدوله الامارات في اماره دبي، دوله الامن والامان. 100%. كيف ممكن يساعد الامن والامان على استقرار السوق؟ هو على مش بيساعد، هو اساس. أكيد. هو اساس. فالامان بالبلد شكلنا يعني اول شيء بالناحيه التجاريه، فانت مامن من كل النواحي. صحيح. فأنت إذا بتحط مصرياتك فأنت ضامن إنه هيدول ما حيروحوا هيك أو هيك. فأنت اليوم لما تيجي تستثمر بهالبلد هيدا أول شيء أمان اقتصادي موجود، بعدين الأمان الاجتماعي، لأنه أنت اليوم عائلتك، أولادك، أهلك، أصحابك بتأمن عليهم أي ساعة اللي كان، أي ساعة بالنسبة للأمن الاجتماعي والأمن المادي اللي حكينا عنه، حتى الأمن المستقبلي. يعني أنت عام فيه بهالبلد أنك أنت تحط رؤية لخمس ست سنين، عشر سنين، 15 سنة، تقدر توصل أهدافك بأمان بدون ما حدا يقدر يعني لا تأخذني ياخذ منك هون أو من هون، فكل شيء بيكون لألك خاص. أكيد. طبعا في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. وحابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل ل مطعم وملحمة الصخرة. الصخرة موجود على كل التواصل الاجتماعي، محطات التواصل الاجتماعية، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، تيك توك، موجودين الحمد لله، موجودين ما مكان. عنا موجودين على منصات الطلبات وكريم، كل اللي بيأمنوا الطلبات للزبائن. نحن موجودين بجميرة جاردن سيتي، منطقة جديدة كتير حلوة، ودبي عندها دائما أشياء جديدة تقدمها. أكيد. فالحمد لله نحن خلف الشيخ زايد بالضبط، شارع الشيخ زايد، ما منضيع ابدا يعني، خلف الكراون بلازا، منطقه جديده اسمها جميرة جاردن سيتي، يعني بتبعد دقيقتين عن شارع الشيخ زايد، وبتبعد شيء 3 دقائق عن سيتي ووك، فكثير سهل انه توصلوا لنا. طبعا جميع ارقام التواصل وايضا الموقع سوف يظهر اسفل الشاشه. اهلا وسهلا فيكم. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير. يا أهلا وسهلا، شرفتونا. شكرا لك.